بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال الإمام الهرري رحمات الله تعالى عليه: فإني أوصيكم بالتعلم والتعليم لعلم الدين، فإن علم الدين حياة الإسلام، ولولا الجهل الذي في هذا العصر بعلم الدين غلب واستولى عليهم ما كان هؤلاء المنحرفون الوهابية وحزب الإخوان جماعة سيد قطب تبعهم الناس، لكن بسبب الجهل جروا الناس إلى كفرهم. وأفضل العلم علم العقيدة، ولذلك سماه أبو حنيفة الفقه الأكبر. فتواصوا بدعوة الناس إلى العلم، ودلوا الناس للتعلم، فإن من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أيدكم الله ونصركم ونفع بكم، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.